للمزيد ينضم إلينا سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني. أهلا بك سيد سمير معنا. الجيش الوطني اليمني والمقاومة يتقدمان شرق صنعاء ويقتربان من فك حصار تعز وطرد القاعدة كذلك من أبيان. كيف تسير التطورات على مختلف الجبهات لدحر الإنقلابيين؟ شكرا لك الكريم ومشاهدي الاخباريه السعوديه. الحقيقه الامور تسير بشكل جيد جدا وبحسب ما خطط لها. الامور تسير ايضا بشكل متناغم في جميع الجبهات وعلى جميع الاصعده. التقدم الكبير فينا يقابل بالمقابل فك المنطقه الغربيه الهام والصعب في محافظه تعز، وايضا تقدم في جبهات تعز الشرقيه والغربيه وكذلك في أبين. كل الجبهات تسير بشكل متناغم وجيد، وباذن الله تعالى نتوقع في القادم القريب الوصول الى يعني استكمال هذه الخطه والبدء بتنفيذ المرحله الثانيه. نعم، هل تتوقعون حدوث نتائج ايجابيه خلال الايام القليله المقبله خاصه في معركه تحرير صنعاء؟ مؤكد، كل المؤشرات تقول ان باذن الله تعالى بات التقدم قريب جدا، وبالامس تم التقدم نحو جبل البيضاء وايضا جبل الاكاحله. كل هذه الاماكن الاستراتيجيه يوميا الان اصبحت القوات قوات الجيش والمقاومه الشعبيه ومسروده باشقائها من التحالف يحققون تقدم كل يوم، بل ربما اقل من كل يوم، يعني ربما كل ساعتين ثلاثه يتقدمون، وهذا مؤشر باذن الله ايجابي لحسم مثل هذه المعارك وبالذات معركه صنعاء وتعز. نعم، هناك معلومات عن حدوث انهيارات في صفوف الانقلابيين وأن هناك حالات هروب جماعية كذلك من داخل صنعاء إلى خارجها. كيف رصدتم ذلك؟ هل رصدتموه كذا؟ يعني هل 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 ما مدى صحة هذه المعلومات؟ أنا أؤكد لك هذه المعلومات وبشكل كبير جدا، سواء في صنعاء أو في باقي الجبهات. لدينا هنا مثلا في تعز تم تصفية مجموعة من الأفراد والعسكريين التابعين للحرس الجمهوري بسبب انكسارهم من المعركه وهروبهم من المعركه. اليوم كل الجميع بات يبحث عن منجا او مخبأ او قياده، حتى في تعز اصبحت تبحث عن اماكن امنه في الحديده وفي غيرها لانها تشعر بان ربما ساعه الحسم اصبحت قريبه باذن الله. نعم، اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من عدن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الياباني، شكرا جزيلا لك.